شيء تقوم به للمحافظة على جمالك. يلا مكياج. مكياج المكياج صح. مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل الآن ستروشن أنت، لأنه مو أعلى احتمال، أكو بعد ثلاث احتمالات أعلى إذا قلتيها نروح وياكم. شنو؟ الغذاء الصحي. الغذاء الصحي. الغذاء الصحي، الأكل الصحيح. نعم الأكل الصحي، ولكن جاء بعد الاحتمال اللي قاله دكتور أنمار. تفضلي ستروشن وتفضل دكتور. خلني جيكم إذن دكتور. شيء تقوم به للمحافظة على جمالك. جمالك ليس الوجه، جمال الوجه والجسم والروح. الرياضة. الرياضة، خلينا نشوف الرياضة. نعم الرياضة أعلى احتمال. الرياضة. باقي عندنا خمس احتمالات وهي ست سارة. شرب المياه. شرب الماء. شرب الماء. الماء وهو كذلك. نعم شرب الماء ثاني أفضل احتمال. دكتور جميل. محافظة على نظافة الأسنان. المحافظة نظافة الأسنان. طب نظافة الأسنان إذا مو الأسنان. الأسنان المحافظة على الأسنان. الابتسام. خطأ. أنت الآن قل لي شنو؟ لربما هي قريبة للأسنان. عمليات التجميل. أنا أخوك. إيه. لا والله. خلينا نشوف. أنا ما أدري. يعني بالحرام ما أدري إذا الاحتمال هذا موجود أو لا. عمليات تجميل. عملية خطأين. دكتور. استحمام. طبعا بس في اللحظة حضروا نفسكم تشاوروا بعدها نهائيا. نهي نهي نهي. ماكو أي كلام. يلا. هسا على كيفك فكر. شيء تقوم به للمحافظة على جمالك. استحمام. غسل يومي. الغسيل اليومي. الغسيل اليومي. نعم النظافة. وباقي ثلاث احتمالات. شو تقولين ست سارة؟ الماسكات الطبيعية. القناع يعني. القناع الطبيعي. الوجه الطبيعي. القناع الطبيعي يجي منين؟ المستحضرات والكذا ربما مو ولا لا لا يعني هو ما له علاقه بالاكل. الاكل يعني فتشين خلي على وجهنا. خلي القناع اذا الماسك. القناع او الماسك موجود.